بعد أيام نستقبل عشر ذي الحجة، فما نصيحتك للجميع في استغلالها؟ أرجو بيان فضلها والأعمال التي تسن فيها. نعم، عشر ذي الحجة تبتدئ من دخول شهر ذي الحجة وتنتهي بيوم العيد، عيد النحر. والعمل فيها قال فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وعلى هذا فإني أحثت إخواني المسلمين على اغتنام هذه الفرصة العظيمة، أن يكثروا في العشر، عشر ذي الحجة، من الأعمال